يعني انت شو اللي ما عاجبك بالموضوع بالضبط؟ ما بعرف، يمكن هيك طريقة حكيه عجفته زيادة. لك واحد مليونير مدري تريلياردير مدري ملياردير معه مصاري بتوزننا كلنا، شلون بدك يا يحكي؟ بعدين انت شوي كبرت القصة، يعني الزلمة كتير حاول يكون لطيف. مزبوط معك حق، يمكن انا عندي حساسية زيادة تجاه هدول الناس. دخيلك انت وحساسيتك. هلا شيلنا نحكولنا عن الشغل، شو اتفقتوا اخر شيء؟ اتفقنا انه هو رح يحجز مسرح من بكرة مشان البروفات، مشان الحفلة قال انه رح يكون احسن مسرح. ايه والله العظيم ممتاز، يعني لا تأخذني حضرتك بحياتك ما كنت تحلم بهيك عرض. صح، انا بحياتي ما كنت بحلم لا بهيك عرض ولا بغيره. شبوها؟ ما بعرف ليش كم يحكي، ليش كم تحكي؟ شو وضعك معلم؟ ان شاء الله مفكر بك نفسي بيطلع معك شغل، ومفكر لي حالك فنان كبير. معلش مراد، كل شيء لحال. افتي لي هاي كم كل شيء لحال. كل شيء لحال. لك والله العظيم شكلك بسد النفس، شلون ناكل هلا؟ ما بعرف، شو رايك نقوم نقعد على طاوله لحالنا؟ لا 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 دخيلكم، ما معي مصاري حاسب، اقعدوا. لك انا اقعد على نصك واسكت. معلم